ينضم إلينا مشاهدينا على الهواء مباشرة من مركز المنارة للمؤتمرات، مقر معرض مصر الدولي السابع إيجيبس 2024، الزميل علاء رشوان. علاء، بعد التحية، كيف ترى ما قدم في افتتاح هذا المؤتمر والمعرض؟ نعم، تحياتي إليك. هذه الدورة السابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجيبس 2024، يتميز بعدد كبير من المزايا التي تجعله متفردا عن الدورات الست السابقة. ربما هذه الدورة تؤكد على المركز الإقليمي المصري لمصر بوصفها مركز لإنتاج وتداول الطاقة في المنطقة. أكبر عدد من الدول المشاركة في هذه الدورة، تحديدا الدورة السابعة، 120 دولة بمشاركة أكثر من 35 ألف مشارك، سواء على المستوى الرسمي أو الوزاري أو على المستوى التخصصي من المعنيين بصناعة الطاقة في العالم، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء مجالس إدارات كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال. أكثر من 80 جلسة نقاشية وندوة سوف تمتد على مدار فعاليات هذا المعرض الذي انطلق اليوم في 19 من فبراير ويمتد إلى 21 من الشهر الجاري. مشاركة واسعة لأكثر من استضافة 12 دولة ب 12 قاعة أو جناح في هذه الفعالية، على امتداد أكثر من 39 ألف متر مربع، من أبرز الدول التي تحل ضيف شرف على هذه الدورة: المملكة العربية السعودية، العراق، رومانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، أسبانيا، وأيضا عدد آخر من الشركات الكبرى التي تعمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. هذه الدورة أيضا تتميز بتحويل المؤتمر من دوراته الستة الذي تتناول صناعة البترول والغاز الطبيعي إلى منصة تعنى بالطاقة بشكل عام، خاصة أشكال الطاقة غير النمطية الجديدة والمتجددة والنظيفة وصناعة الهيدروجين الأخضر. كما تابعنا وقائع فعاليات الجلسة الافتتاحية التي شرفها بالحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مداخلات في غاية الأهمية. مداخلة للسيد الرئيس ألقى فيها الضوء على جهود الدولة المصرية منذ اتفاقية باريس عام 2015 والالتزام التام بكل التعهدات التي قطعتها على نفسها الدولة المصرية في التحول الطاقي والتحول إلى استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة. السيد الرئيس أكد أن مصر قطعت نحو 60% من هذا الشوط وهذا التحول المناخي، سواء على مستوى الطهي النظيف والاستخدامات المنزلية للحياة اليومية أو على مستوى الاستخدامات الصناعية فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية الكبرى التي شهدتها البلاد طوال هذه الفترة. وأيضا أشار السيد الرئيس إلى أن مصر كمركز إقليمي مهم لإنتاج الطاقة عدد. أشكرك علاء رشوان. نعم، أشكرك علاء رشوان على هذه المتابعة التي قدمتها لنا من مركز المنارة للمؤتمرات.